مرحبا، اليوم رح نتعلم غنية فاضي شوية لحمزة نمرة، غنية حلوة كتير وسهلة، خلونا نبلش. أول شي بدنا نحط الكيبو على أول فريت بهذا الشكل، وإذا ما عنا كيبو فينا نلعبه أوبن. الكوردات هن A minor و C major 7. C major 7 هو سي عادي بس بلا هيدا الأصبع، هيك بتصير سي ميجر 7. الستريمينج باترن تبعنا هي داون اب اب داون اب اب داون داون بهيدا الشكل. لندق هيدي الغنية لازم بالأول ندق مرتين A minor، بعدين مرتين C major 7 بهيدا الشكل. وهلا خلونا نعزفها ونشتغل ستيب باي ستيب. هون A minor A minor C يلا. وهيك منضل نعيد لآخر الغنية. كمان في شغلة تنعزف بقلب الغنية يلي هي لندقها لهيدي بدنا ندق بالأول
A minor بعدين ثالث وتر تاني فريت مرتين بعدين تاني وتر open بعدين تاني وتر أول فريت بعدين تاني وتر ثالث فريت بصيروا بهذا الشكل so ثالث وتر تاني فريت مرتين تاني وتر open تاني وتر أول فريت وتاني وتر ثالث فريت بعدين نرجع من عيدة بعدين أول وتر open بعدين تاني وتر ثالث فريت بعدين مرة تاني أول وتر open بعدين تاني وتر ثالث فريت بعدين تاني وتر أول فريت تاني وتر ثالث فريت أول وتر open تاني وتر ثالث فريت بهذا الشكل وهيدا كان كل شي لليوم ما تنسوا تعملوا سبسكرايب باي